احنا بنتابع طبعا الصور دلوقتي، ميدان التحرير على الهوا، وطبعا ما زال هناك عدد من جماعه الاخوان اللي موجودين، اعداد طبعا ما هياش بالكبيره. يمكن الصور دي احنا اتكلمنا عنها في بدايه الحلقه، واتكلمنا عن الامن وتدخله في المساله وقت ما حصل اشتباك ما بين الاهالي وما بين الاخوان. واخر معلوماتنا ان مدير امن القاهره اللواء أسامة الصغير وصل بالفعل لميدان التحرير وتفقد الحالة الأمنية واطمن على الوضع بنفسه.